السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف موقعين أقوياء جدا في موضوع الترجمة. عندنا موقع اسمه ديب ال واوبن ال. كل عليك إن أنت مثلا عندك نص معين هتنسخه وتبدأ تقول له إيه كنترول في، وهنا تبدأ بقى تختار اللغة اللي أنت عايزها، تمام؟ هو يبدأ إن هو يترجمها لك ترجمة احترافية وترجمة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، مش بنقارنه بالترجمة بتاعت جوجل ترانسليت. لا، أنت ممكن تدخل على جيمناي وتقول له خد الجملة دي ترجمها، هيديك ترجمة احترافية بالشكل ده. طيب ممكن هنا بقى تقول له ايه مثلا لخص لي التكست اللي انا مديهولك، فيبدأ يشتغل على موضوع التلخيص. فبدل ما يكون عندك مثلا 10 صفحة هيبقوا نص صفحة مثلا بالشكل دوت. فممكن تقول له صغرها لي او كبرهم لي، ممكن تنسخ الكلام زي ما انت عايز. وفي برضه ترانزليت فايلز، فتقدر ان انت ترفع ملف مثلا يكون PDF او وورد او ملف برزنتيشن، يبدا ان هو يترجمه لك بنفس الترتيب وبنفس موقع الصور وكل حاجه. وفي ديب رايت، ده يساعدك في المراجعه على الكتابه بتاعتك. يعني ممكن يكون انت عندك مثلا مقاله، تمام، وعايز تاكد ان ما فيهاش اخطاء، فهو يبدا يفحصها وينبهك لان في جمله مثلا متكرره او في اخطاء املائيه او جرامر، تمام، ويبدا ان هو يصلحهم لك ويقول لك مثلا ان كلمه كذا انا بدلتها بكذا. فانت تراجع عليها وتتاكد من التعديلات، لان ممكن يعدلك حاجه غير اللي انت عايزها. وممكن ستايل تقول لا ده شغل اكاديميك، تمام، او التون عايز حاجه الواحد بيكلم واحد صديقك ولا بيتكلم حاجه في الشغل، فيبقى الفاظ اكاديميه شويه. الموقع التاني برضو نفس الفكره بالظبط، ممكن تديله اي جمله وتقول له ترجمهم لي، وتختار بقى انت عايز ترجم الانجليزي عربي فرنساوي زي ما انت عايز، مثلا فرنساوي. طيب ترجم بس من بروفيشنال، فيبدا ان هو يشتغل على الترجمه بتاعتها. ونفس الفكره فيه لو انت عندك وثيقه دوكومنتس، سواء بقى تكست او دوكومنت او بي دي اف او ملف، مثلا اي ملف عندك صوره تقدر ترفع صوره، عندك ويب سايت موقع كامل يبدا ان هو يترجمه لك، عندك ملف صوت فهو يبدا برضه يترجمه لك للغه اللي انت عايزها. فالموقعين دول ممتازين جدا في موضوع الترجمة، وبيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي في المراجعة وفي التلخيص. وهنا حتى عندنا جرامر تشيكر يبدأ ان هو يفحص لك ويتأكد لك اذا كان في اي مشاكل.